بشتغل مسرح من 2008. ب 2011 أخذت المرتبة الأولى على إدلب وريف إدلب بالتمثيل المسرحي. هو أنا كان حلمي أدخل المعهد العالي وأدخل المسرح، بس قامت الثورة وانضميت للثورة. ظليت واقف بالثورة لأنه هي الحق. أنا بدقيتي للنظام لأنه هو كان المسرح بتجي للثورة بتجي للمسرح كان مضطهد بشكل خاص المسرح. وصرنا ننقد النظام، نحكي على أخطاء المتسلقين على الثورة كمان. واشتغلت مسرح عرائس مع الأطفال في الشوارع في بين الأبنية اللي دمر نظام الأسد لحتى نطلعوا من جو الحرب. يعني أطفال مواليد 2011 حالياً عمرهم 9 سنين 10 سنين، هذول ما شافوا شيء، عاشوا بالحرب. بيكون في طيران في الجو بيشتغل في الملجأ، أحد عروضي كان في الملجأ تحت الأرض. اشتغلت في المخيمات، مخيمات النزوح على الحدود السورية التركية، وحاليا عم بيكون في هدنة بنشتغل فوق الدمار. هدفي هو وصل رسالة لكل العالم، وحلمي تسمع رسالتنا كل العالم إنه تقتلونا وبتدمروا البيت، بنعمل مسرح وبنوزع الثقافة لحتى هذا الجيل يطلع عنا جيل يحاري بالعالم كلياته بثقافة المسرح وبالعلم، لأن طفل بيكبر على ثقافة المسرح أقوى من طفل بيقوى على أصوات البراميل والرصاص.